ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما معنى على فهم السلف الصالح؟ معنى على فهم السلف الصالح أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل للميموني تلميذه: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لابد أن تحرص أن تتابع ما كان عليه السلف الصالح. في المسائل التي تكلموا فيها لا تحدث قولا خارجا عن أقوالهم. ترى هذا من أصول الفقه، العلماء في الأصول نصوا أنه لا يجوز إذا اختلف العلماء من الصحابة أو من السلف في المسألة في فهم الآية أو الحديث على أقوال، لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم. ولذلك لما قال ابن قتيبة في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال، قال: فإن قم عليكم فاقدروا له، قال فاقدر ابن قتيبة فسر فاقدروا له، قال تفسيره فاقدروا له أي أقدر له بحساب أهل الفلك. رد عليه السرقسطي في كتابه غريب الحديث، قال: يكفي في رد هذا القول أنه قول لم يقل به السلف، أو ذكر هذا ابن عبد البر أو غيره ممكن نسيه، قال يكفي في رده أنه لا سلف له. ليش؟ لأن القاعدة أنك لازم تفهم المسائل على ضوء فهم في المسائل التي تكلموا فيها لا تخرج عن أقوالهم، وفي المسائل التي لم يتكلموا فيها لا تخرج عن طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. تشوف إيش هي القواعد التي بنى عليها السلف فقههم واستنباطهم تمشي عليها. ولذلك بعض الأقوال يكفي في ردها أن تقول هذا خارج في كلامه عن سنن أهل العلم في الاستنباط والاستدلال. الآن هناك من يدعو إلى التجديد في أصول الفقه ويقول نجدد في أصول الفقه فنأتي بالإجماع. إيش هو الإجماع؟ قال إجماع الجماهير، مو العلماء، جماهير الناس، جمهورية ديمقراطية، إذا اتفقوا الناس على كلمة خلاص هذا إجماع، هذا خروج عن سنن أهل العلم في معنى الإجماع. فإن الإجماع اتفاق مجتهدي العلماء في الأمة في عصر من الأعصار، صح ولا لا؟ هذا خرج به. فإذا على فهم السلف الصالح إن كان في مسألة تكلموا فيها لا تخرج عن أقوالهم ولا تحدث قول خارج عن أقوالهم. ولذلك جعلوا من صفات المجتهد التي ينبغي أن يوصف بها قبل أن يتصدى للاجتهاد أن إيش؟ أن يكون عالما بمواطن الإجماع ومواطن الخلاف. ليش اشترطوا علمه بالخلاف؟ حتى لا يأتي في مسألة مختلف فيها فيخرج عن خلافه، وفي مسألة مجمع عليها فيذكرها خلافا وهي مجمع عليها. فإذا كانت المسألة حادثة لم يتكلموا عليها لا يخرج عن طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. إذن فهم السلف الصالح، اتباع فهم السلف الصالح، لزوم فهم السلف الصالح بهذين المحورين: في المسائل التي تكلموا فيها لا نخرج عن أقوالهم، في المسائل التي لم يتكلموا فيها لا نخرج عن طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. فقول الإمام أحمد للميموني: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إذا كانت من النوع الأول واضح. إذا كانت من النوع الثاني نقول نعم، ليس لك إمام في الطريقة في الاستنباط والاستدلال، لا تخرج عن طريقة السلف الصالح. هذا معنى فهم السلف الصالح.